وصلنا للفقرة الأخيرة من صباحنا لليوم، ورح نروح للدعم النفسي للصدمات. كيف نحن قادرين نحن نطلع من صدماتنا، من عاطفتنا، من أرواحنا، خصوصا المشاهد يعني اللي عم نشوفها اليوم على شاشة التلفزيون كتير عم تأثر على صحتنا النفسية والجسدية. واليوم رح نحكي عن مصطلح إرهاق التعاطف، مين هنون الأشخاص اللي أكثر تأثرا بالمشاهد النفسية، مشاهد العنف؟ يمكن اليوم الأطباء والأشخاص اللي العاملين بمجال الإغاثة ممكن أنه يتعرضوا لهذا الشيء، يتعاطفوا ويوصلوا لمرحلة من الاكتئاب والحزن. أي شخص ممكن ينصاب بهذا الشيء بيروح للاكتئاب والعزلة. لنحكي اليوم رشا عن هذا طبعاً الموضوع أكثر، يعني كيف ممكن نحن نطالع حالنا أو نبعد شوي عن هلا اليوم المشاهد. ضيفتنا الدكتورة كارلا وعدتنا أنه نحن نحكي كيف قادرين نحن نطلع من أي صدمة بتمر بحياتنا، شو أنه قدمهم اليوم وجود الأشخاص الداعمين بحياتنا، قدمهم نحن هاي العاطفة اللي عنا ما نضل ناخذها للإرهاق للاستنزاف بكل مجالات حياتنا أو ما نتأثر زيادة عن اللزوم بأي شيء حوالينا. أكيد نحن بشر بالنهاية، يعني صحيح. تعاطفنا مو بإيدنا. لنحكي اليوم أكثر عن هذا الموضوع بصيرنا نرحب بالدكتورة كارلا جمال، استشارية في العلاج والدعم النفسي. سعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا صباح فيك. الخير. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله تمام، انتو كيفكم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اليوم وقت بنقول عاطفه وارهاق، من اليوم احنا بدنا نميز بين العاطفه وارهاق التعاطف. من خلالك هيك خبرينا اكثر، شو يعني وقت حدا بنقول كثير عنده موضوع ارهاق تعاطف بحياته؟ بالضبط، هلا نحن وقت بنواجه اي مشكله او الاصدقاء المقربين لنا او الحاله اللي حوالينا المحيطه بنا صار فيها اي مشاكل، فنحن ممكن انه نتعاطف معها، نتاثر فيها، نصير مثلا احيانا نحزن على احزان غيرنا، نتعاطف معه تماما، نتاثر احيانا للاسف نتبنى الاحزان. نحن دائما بنحاول نوجه ان احنا ما نتبنى احزان الاخرين، لكل شخص له احزانه وكل شخص له رحلته بالحياه، ولكن ممكن يصير فينا تعاطف. ولكن إذا نحن ضلينا على احتكاك مع هاي المشاكل أو ضلينا على احتكاك مع هاي الصدمات اللي عم تصير حوالينا، فبيصير في شيء عنا اسمه إرهاق التعاطف. هو نحن مشاعرنا حتصير مخربطة، حتصير إنه أنا مر بمشاعر الحزن، الكآبة، أحيانا ممكن الغضب والتوتر، حتى بيصير في عنا تضارب بالمشاعر. في حال أنا مثلا قررت إني أنا ما عاد بدي أتعاطف، بعد عن كل هالمشاكل، فكر حالي إنه هيك أحسن لي، بلاقي بعد فترة أنه شعرت بالذنب، أنه ليش ما عم متعاطف مع دول العالم، معقول أنا شخص سيء، شخص سلبي، فبصير في عنا هي حس إنك تخليتي تماما. فبصير الشخص أنه أنا إذا حزنت يعني عم بتضايق، وإذا بعدت فعم حس بالذنب. فهذا نحن نتيجة كتير تعرضنا للمشاكل أو لمشاهد معينة، وحيأثر علينا، حيسببنا هذا الإرهاق. تمام، خلينا نحكي عن تأثير مشاهد العنف على الصحة النفسية والجسدية أيضا، ومين هنون الأشخاص الأكثر تأثرا بهذا الشيء؟ تمام، هلا نحن اكيد كثر المشاكل حوالينا، الصدمات، المشاهد اللي ممكن تكون عنيفه، اكيد هذا حيأثر على صحتنا النفسيه. بدايه غير المشاعر، القلق والتوتر، رح يصير في عنا على مستوى مثلا الذاكره، رح يصير في عنا اضطراب الذاكره، على مستوى التركيز بنلاقي انه نحن ما عاد كثير نقدر نركز بالاشياء اللي لازم نعملها بيومنا، رح نلاقي انه هذا حيتاثر كمان على صحتنا الجسديه. اكيد حيصير في عنا مثلا كوابيس، حيصير في عنا أرق، نومتنا حتتخربط، حيصير في عنا اضطراب بالشهية، بنلاقي أنا مثلا ممكن فشخل يصير بالأكل أو يصير لا أحرم حالي من الأكل. ممكن كمان حتى غير الأرق أنه أنا التجأ للنوم لحتى أهرب من الواقع أو أنه لاقي هي مكان الراحة لإلي، هذا كله حيأثر أكيد على إنتاجيتي خلال اليوم، ما عاد أنا أصير منتج أكثر. بالإضافة أكيد لتأثير الصحة النفسية السلبية أو السيئة على الصحة الجسدية اللي ممكن كمان تأثر على كثير من أجهزة الجسم. طيب اليوم وقت بنحكي عن الستريس، عن الصدمات النفسية، الصدمات العاطفية، الخذلان قديش صعب بحياتنا، يعني نحن اليوم عم نطالع عم نكون أمام صدمة عم يكون لها تأثير على بنية الدماغ، على الصحة النفسية، على الصحة الجسدية. خلينا هيك نحكي من خلالك قديش هذا التأثير عم يكون متعب لنا. تمام، هلا الستريس بشكل عام نحن بنضل بنسمع فيه هو ضغوط الحياه بشكل عام، وهو هي الحياه، يعني فينا نقول حياه لابد من وجود تمام، هي الحياه لابد من وجود الضغوط يعني فيها. بس شو هو الستريس نحن اذا بدنا نفسره علميا؟ هو رده فعلنا تأقلمنا تجاه هي الضغوط اللي ممكن تصير، فنحن ممكن نواجه ردة فعلنا ممكن تكون بثلاث طرق. إذا فينا نحكي بعلم النفس بيقولوا لك إنه ممكن الهروب
أو المواجهة أو التجمد. أنا كيف ممكن أتعامل مع هاي الصدمات اللي حوالي؟ هلأ أحد مثلا المواجهة أني أنا لاقي طريقة أتكيف مع هاي الضغوط. أول شيء ممكن أحزن، ممكن أعصب، يعني أعبر عن مشاعري، بعدين ممكن بلش أتكيف معها لاقي لها حلول. أما الهروب ممكن يكون أنه أنا خلص إذا مثلا مديري مدعيني بالشغل أو حدا مدعيني أنه أنا شو غير شغلي، أنا دائما أتجنب أتجاوز هاي المشكلة، بس أنه أنا مالي عم واجهها بشكل مباشر. أما التجنب أو الجمود بيكون طاقة رمادية، هي بتحسيها أحيانا بتكون تماما طاقة رمادية اللي أنا بس عم استقبل، أنا بصير معي مشكلة أوكي ما في ردة فعل، بكبوت، ما بعمل أي لا ردة فعل ولا بعبر عن مشاعري. هذا أكيد هاي الحالة اللي حتؤدينا أنه إحنا يصير عنا أعراض جسدية يلي ممكن تتأثر مثلا عند القلب، ممكن أكيد ترتفع هرمونات وترتفع مثلا يرتفع هرمون الكورتيزون، بيرتفع السكر، بيأثر على القرب، بيأثر كمان على النوع أو اضطراب مرض السكري، أكيد ممكن يأثر كمان على المعدة، بلاقي كتير الجهاز الهضمي بيتأثر وحساس للحالة النفسية. أكثر شيء حساس تمام هيك بلاقي تشنج بالكولوم، بنلاقي حرقة بالمعدة، بالإضافة أكيد لمشاكل الجلد والبشرة، تساقط الشعر. للأسف اللي هون نحن ممكن نشوفه أنه سلوكيات الأفراد، نحن في عنا ممكن بعد الأفكار ممكن تصيبنا بعد المشاعر، سلوكيات الأفراد يلي حتتأثر. يعني ممكن أشخاص تعبر عن هذا الضغط بأنه ملاقي سلوكيات أنه بلشت مثلا يصير معها حكة، بلشت تحك لحتى تفرغ هاي المشاعر، بلش تصير في قدم أضافة، تبلش تتجه مثلا للكحول للتدخين. فكل هاي السلوكيات السلبية هي من أحد طرق تفريغ التوتر نحن ممكن يصير عنا. تمام، خلينا نحكي شوي عن التعاطف مع الذات، ودائما الأسئلة اللي بيسألها الشخص لحاله لا يعالج فيها مشاعره. أكيد هلا نحن كتير ضروري ونوصي يعني لما بأي شخص مثلا بيلتجئ للدعم النفسي انه نحن نحدد مشاعرنا شو، انت هلا حاليا شو عم تحس؟ انه احيانا كثير في اشخاص بتواجه مشكله انه انا مخربط ما عم بعرف حدد مشاعري، فلما نحن بنعرف هي المشاعر بنبلش بنلاقي لها شو ممكن يكون اسبابها، انا شو حسيت من قبل؟ هل حسيت مرقت بهي التجربه او هي المشاعر من قبل؟ طب كيف تعاملت معها؟ اذا ما مريت من قبل انا كيف هلا ممكن اتعامل معها لصير احسن؟ حاول لاقي دائما انا الشغلات يلي ممكن هي تسعدني، ممكن أنا تسعدني طلعات، تسعدني أني أنا أنجز شيء بسيط لإلي. وبعد كل أي إنجاز نحن نحاول أكيد نكافئ حالنا، نحسس أنه نحن أكيد مشاعرنا مهمة وإنجازاتنا هي مهمة بشكل أساسي. طيب دكتورة، أحيانا بعض الأشخاص بتعرضوا لصدمات بحياتهم، بتحسي أنه هذا الشخص تنزف تماما يعني طاقاته الجسدية العقلية، بيشعر بيقولك أنا للحظة يعني جسمي وعقلي أنه أنا ماني موجود، ماني حاسس شو عم أصلا، ما عم يعني لي شيء من الشيء اللي عم بصير حوالي. هذا الشخص بيمرق بفترات ما بيقدر مثلا يتخلى عن الصور اللي مرقت بهي هاي الصدمة، الأشخاص، الذكريات، شيء اللي صار، يعني قد ما حاول أنه يلهي نفسه، قد ما حاول أنه يشغل نفسه بقصص تانية، ولكن للحظة الذاكرة بترجع كل شيء. هدول الأشخاص كيف قادرين يتعاملوا مع الصدمة بشكل صح؟ تمام بالضبط. هلا نحن اي صدمه ممكن تصير معنا ممكن تكون حسب اكيد شدتها والشخص كيف هو نفسيته والعوامل الوراثيه والبيولوجيه تبعه، فهو بيكون شو رده فعله انه انا ممكن استجيب لهي الصدمه انه اتاقلم معها. اذا ما قدرت اتاقلم معها فممكن يصير شو يعني اتاقلم؟ يعني انا اليوم داخلي بصدمه كيف بدي اتاقلم معها؟ تمام. هلا نحن اكيد للصدمه هي لها مراحل. بدايه طبعا حسب مثل ما شدتها، بدايه ممكن الواحد ينكر وجود هي الصدمه، بعدين تطلع مشاعر الغضب، مشاعر التوتر، بعدين مشاعر العنف، بشوي شوي بلش يتقبل انه انا مثلا فقدت احد الاشخاص، اتقبل انه انا فقدت هذا الشخص، عارف كيف اتكيف مع الموضوع. في حال انا تذكرت مثلا هذا الحدث اني انا كمل نشاطي اليومي، انه مو انا بطل روح مثلا عن الشغل، بطل ساوي انتاجيتي باليوم نتيجه تذكري هذا الحدث، ولكن مثل ما ذكرتي حضرتك في اشخاص ما بتقدر تتجاوز هي القصه، وبصير في عنا حاله الاكتئاب، فقدان الشغف، هون بصير اكيد اذا استمرت في كثير اعراض ممكن تؤدي لاضطراب مع بعض الصدمه، اذا استمرت مجموعه اعراض لمده 3 أشهر ل6 أشهر. هلا هون اكيد نحن بصير في عنا حالات
اكتئاب، وممكن كمان تؤدي للانتحار او افكار وسواسيه. فنحن هون بيصير في عنا تغيير بشكل عام بالدماغ يلي بيصير بشكل اساسي. نحن اذا بدنا نحكي يعني الدماغ ليش بيتاثر بالحاله النفسيه، هو في عنا ثلاث اجزاء له. اذا بدنا نحكي بسموه دماغ الزواحف، هو الشيء نحن الغير الارادي مثل التنفس، ضربات القلب، الشعور اللا ارادي. الذكريات السيئه لا، هلا وين بيصير الذكريات السيئه؟ بتصير بالحصين بشكل اساسي، هلا رح نحكي عنه. ففي عنا كمان الدماغ العقلاني بيسموه، انه انا هون بشكل اساسي بلش عارف كيف اتكيف مع هي المشاعر. هلا في حال تعرضت لأنا لأي صدمة وصار معي اضطراب مع بعض الصدمة، في بيصير في تغيير ببنى الدماغ يلي هي ممكن تكون إنه نحن اللوزة بشكل أساسي هي يلي بتأثر إنه أنا ما بعود ميز إنه هالحادثة صارت معي هلا ولا سابقا. تمام، فأنا إذا رجع تكرر معي الحدث فبرجع بتعامل معه كأنه حدثت معي بأول مرة. صح. بصير معي هي المشاعر، التوتر وكل الهرمونات المكسرة. تمام دكتورة كارلا، وقتنا خلص، بدنا نتشكرك ونتشكر المعلومات اللي قدمتيها، ونتمنى الصحة النفسية والجسدية الجيدة للجميع. شكرا لك. شكرا لك. إن شاء الله هيك نودي هاي السنين مع الصدمات، مع كل الخيبات، الخذلان اللي مرق بال 2023، ودائما نقول الصحة والسلامة مثل ما قلنا الجسدية والنفسية لكل الأشخاص. شكرا لكل المعلومات اللي ذكرتيها دكتورة، نورتي صباحنا لليوم. شكرا لك على الاستضافة.